فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. حضرات المشاهدين الكرام، أينما كنتم طابت أوقاتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أنتم في حضرة جمهور الرجاء في مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، إلى أجواء الكرة الأفريقية وهذه القمة المغاربية النارية في مركب محمد الخامس بين الشقيقين الكبيرين الرجاء البيضاوي المغربي والكناري شبيبة القبائل الجزائري في رابع وعي الدوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020. الشعبية والجماهير القوية أصبحت عناوين بارزة في الصحافة العالمية لجماهير الأخضر الرجاء الكبير. طبعا مشاهدينا الكرام، هذه المجموعة الرابعة يتصدرها بامتياز الترجي الرياضي التونسي بست نقاط من لقاءين، ثم يأتي الثنائي الرجاء والشبيبة بثلاث نقاط مقابل تضايل فيتا كلوب الكونغولي لهذه المجموعة الرابعة. مباراة هامة جدا لفك الارتباط بين فريقين قويين في حسابات المجموعة. المدربان جمال السلامي للرجاء وإيبر فيرود لشبيبة القبائل يعرفان مدى أهمية مباراة الذهاب والإياب بين الناديين في ظرف أسبوع تقريبا. إن شاء الله ترتقي القمة إلى مستوى تطلعات عشاق الكرة الجميلة. ما أروع هذه الجماهير الرجوية، علامة بارزة فارقة في الحضور الجماهيري. أمير البلايلي بكرة لملك راح ترجع عكسية وعرجون بعيد الكرة لبن مارانجو، يعود إلى القائمة الرجوية بعد إصابة عرضنا في السوبر الإفريقي أمام الترجي، غياب متواصل. والكرة الآن لعبد الجليل الجبيرة، تعدي الكرة بخطورة ولكن ضربة مرمى. الآن عرجون يعدي مارانجو والحكم يطلب اللعب، ترجع عكسية لفريق الشبيبة. أمير البلايلي، أمير البلايلي يمر السرعة القصوى، لمسة كانت من محمد بن شيرة، ترجع لفريق الرجاء وتغطية دفاعية ممتاز. سفيان الرحيم يكسب المغالفة بتدخل قوي من أمير البلايلي. الثنائي الهجومي، وهذه كرة من لولبية غدارة بالرأس، كرة سفيان الرحيمي، لمسة رأسية كانت أن تأتي بالأسبقية لفريق الرجاء البيضاوي. ستمر حتما على محسن متولى بالرأس، بالرأس بين مارونجو كان وحده. 5-6 توفيق زغدان اللي وزع اللعب على ظهر الأظهرة والمخالفة مرفوقة بأنذار. الحارس أنس سميتي خايف من هذه الكرة، لا خليها توفيق بالرأس، وهجوم عكس الفريق المغربي. محسن متولي بعيد عليه الكرة، تبقى الكرة لفريق الرجاء. سفيان الرحيمي، مارونجو لنناح، نناح متولي على اليمين، نناح نناح يخسر الكرة ولكن في النهاية يبقى التماس لفريق الرجاء. أيوب نناح، أوه رائع الكرة، كرة مليمترية ممتازة لدرجة سريعة بالكرة من جانب الرجاء. وهذه الكرة وين؟ الدفاع، الدفاع، ثنائي محور الدفاع للفريق الشبيبة. أمير البلايلي، رضا بن سايح رائع في المراوغة، رضا يعطي كرة، كرة اليسار عبد الجليل الجبيرة، عمر عرجون، جبيرة مرة أخرى، عرجون أو نناح في التسويب، التسويب من أيوب نناح والثبات في العارين لبيمبوت. أين هو سند الورفلي؟ وكرة بالرأس، ماذا يجري داخل منطقة الجزاء؟ تعود الكرة لفريق الشبيبة، كرة في القائم الثاني بالرأس، تعدي غدار الرأسية الجزائرية لكن مرت بسلام. ناح على اليمين بوطيب، بوطيب يوزع ومتولي في المتابعة للكرة الثانية، ريدا بن سايح
رضا كرة سهلة وأمير البلايلي يعدي الآن. يا سلام وتسويب لكن سهلة يعدي حمزة بنوح والكرة قبيلية وعبد الجليل جبيرة. عبد الجليل جبيرة يجبر خاطر كل المغاربة ويضع الكرة في الركنية. عرجون يرفع الكرة والحارس بيمبوت متولي يعدي ويضيعها بين مالونغو وأعلي كل من بوطايب وعبد الجليل جبيرة. كرة يضيعها مالونغو مرة أخرى. مالونغو اللي كان كذلك بعيد عن الفورمة في مباراة الديربي أمام الوداد قد لا يكمل المباراة. كرة جزائرية لليمين محمد بن شيرع. تحذير كرة خطيرة وأمير يعود لبن شيرع. بن شيرع يوزع والتصدي من سند الورفلي. البحث على مالونغو كرة مرتدة لنا مالونغو وإمكانية فابريس. إنغوما يوزع والدفاع يتصدى. ترجع عكسية لبرك الشبيبة. هجمة رضا بن سايح بجنبه حمزة بنوح. الحكم يأتي مخالفة واحتقان جراجة. هذه الإعادة هنالك عملية الدفع من جانب اللاعب بوطايب. نسوق هذا بكل أمانة بين اللاعبين. فينود عبد الرحيم الشاكر يوزع كرة سهلة وجوه معاكس لفريق الشبيبة. معركة في وسط الميدان. التأمين الدفاعي أيت عبد السلام. هذه كرة طويلة بالرأس لفرصة لفريق شبيبة القبائل. يحاضر والخروج من الورطة. رزقي حمرون. رزقي يقوم بالتغطية اللازمة لكن يخسر الكرة. بوطيب متولي كرة وخطورة وتسويب. جول مالونغو. هو بن مالونغو يعطي الفرعة الشعبية للفرقة المغربية. انفجار وزلزال جماهيري لفريق الرجاء اللي يكسب حاليا المعركة بهدف الكونغولي بن مالونغو. وراء الكل كان المايسترو محسن متولي. السلام كرة ولا في الأحلام. وطبعا البقية أمامكم. سفيان الرحيمي بن مالونغو يغالط بن بوت ويأتي أول أسبقية في المباراة للكتيبة الرجوية. واحد بلاش في الدربي المغاربي المتعدي. فنيات سفيان الرحيمي في المرة الأولى والثانية ومالونغو الماكر الكونغولي حتى هانو وفي الشباك جاب هانو ويأتي الفرحة المغربية في هذه الأوقات. كرة بالرأس ممتاز. التحذير ويعدي بوطيب. بوطيب يوزع وتسويب. جاء من بعيد والزلزال الجماهيري لفريق الرجاء. العب لعبك يا سفيان يا رحيمي. رحيمي لم يرحم الشباك الجزائرية ويأتي للرجاء أجمل ثنائية. وهذه الإعادة يا ناس. بوطيب كان في التوزيع. مالونغو في التصويب. وطبعا سفيان رحيمي. سفيان والهدف الثاني. هدف شكل ثاني. هدف الأماني. هفوة في التصدي من الحارس بن بوت. والرجاء في وضعية غليان. فرقة رجوية هستيرية
ثنائية سريعة وقوية. عمر العرجون أو سفيان رحيمي، كرة رائعة وكرة كرة غريبة غريبة عجيبة. أيوب نناح، أيوب نناح يغير لليسار، التوزيع وعبد الرحيم الشاكر، عفوا لينجوما، وسفيان يحاول الهروب، سفيان يعدي، غريبة وعجيبة. المهاجم بين مالونغو يدخل الشباك والكرة برا الشباك. أي مجهود رائع للسفيان الرحيمي، يتلاعب بالدفاع الكل ويأتي كرة الهدف الثالث، وبين مالونغو بطريقة غريبة.